تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خوتي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السوق 3 زون يكون بتاريخ 17/1/2023. الحمد لله على كل حال، تبارك الله الاخوان، اجواء مغيمه يعني الحمد لله. ذكرين شي شتي واد العشيه، شي ثلجات ان شاء الله الى سخر الله. نتمنى من الله الثبات، الله يرحمنا. خير موجود تبارك الله الاخوان، خروف موجود، النعجه موجوده الحمد لله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلفنا هادو الاخوان تبارك الله المليح، هادو الصباح سمعتو تيقول 1700 درهم، دابا والله ما عرفت شحال فاش بقاو، واش تباعو واش مازال، الله يدير الخير. الحمد لله الاخوان، يعني الثمن مستقر مليح تبارك الله الاخوان، في الثمن حاجه مليحه كسابيه غليظه زينه، راه تبارك الله فوق 1800 درهم 1900 درهم حتى 2200 درهم، حاجه كسابيه. والسمينه دايره 2500 درهم، الله يدير الخير. بالنسبه للنعجه الوالده الاخوان حتى هي تبارك الله فايته 1000 درهم، على حساب الخروف ولا حساب يعني شنو والده، واش خروف واش خروفه، على حساب السن. بالنسبه للناس الاخوان المبتدئين يبغوا يبداو بالنعجه، تنصحهم الاخوان ما يديروش النعجه الصغيره، نصحوا انه يدير نعجه كبيره، لان النعجه الصغيره الاخوان صعيبه شويه، صعيبه باش تربي الخروف. والانسان تيكون يلاه مبتدئ مازال ما عارفش اني ما غاديش يكبر الخروف، ولكن النعجه الكبيره الاخوان تبارك الله راه الخروف تتعيشو كيف ما كان الحال تعيشو، الا عطيتيها تيبن فيها. اما بالنسبه للنعجه الصغيره الا تبدل عليها المرقاد ولا الا ما كانت شبعانه قبل ما تولد راه ما غاديش تعطي الحليب، الا ما عطاتش الحليب راه الخروف ما غاديش يكبر. اللهم يسر. المهم الاخوان، افتتاحيه من السوق 3 زرا الاخوان بتاريخ 17/1/2023. تحياتي لكم، مازال ان شاء الله الاخوان غتشوفوا معنا فيديو ديال الخروف وفيديو ديال النعجه والخروفه. اللهم يسر. السوق تبارك الله راه عام الحمد لله. تحياتي لكم.